حضنت الأطفال أزمة مزمنة في المستشفيات على مدار سنوات طويلة، حيث وصلت نسبة العجز إلى أقل من ثلث المطلوب والاحتياج الفعلي للأطفال. والكثير من الحضانات بالمستشفيات الحكومية لا تعمل لعدم وجود أطقم التمريض الكافية، مما يدفع الأهالي لرحلة طويلة شاقة للبحث عن حضانة خاصة. وفقاً لبيانات نقابة الأطباء، في نوفمبر 2016 بلغ معدل المواليد في مصر سنوياً نحو 2.5 مليون طفل، 20% منهم يحتاجون للحضانات، وأصبحت تلك الخدمة أساسية ولا يستطيع أن يستغنى عنها المواطنون. ولن تستطيع المستشفيات الحكومية بمفردها أن تلبي جميع متطلبات تلك الأعداد الغفيرة التي تتوافد يومياً على الحضانات. وتشير الأحصائيات والتقديرات إلى أن عدد الحضانات في جميع المستشفيات المملوكة لوزارة الصحة وللمستشفيات الجامعية لا يزيد عن 4000 حضانة فقط، وأن ما يقرب 40% من الحضانات تابعة للهيئات الخيرية. نسبة الأطفال المبتسرين تصل في دول العالم الثالث من 8 إلى 10% من الأطفال حديث الولادة سنوياً، من بينهم 260 ألف طفل يولدون ناقصين نمو، نحو 250,000 طفل منهم بحاجة للحضانات، نحو 26 ألف طفل سنوياً يولدون مصابين بعيوب خلقية في القلب، من بينهم 6,000 طفل يحتاجون حضانات. وبحسب متخصصون، فإن نقص الحضانات ليست المشكلة الوحيدة، وأن الأزمة الكبرى هو تشغيلها وتوفير ممرضات للعناية المركزة قادرات على العمل مع الأطفال المبتسرة. فبحسب آخر إحصائية في 2013 حول عدد الأطباء والتمريض التي أجراها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، رصد وجود نقص في الأطباء بحوالي 50% والتمريض 75%، ويتفاقم ذلك في التخصصات القليلة. جهود حثيثة تسعى الحكومة جاهدة لإغلاق ملفات مزمنة ومستمرة منذ سنوات، ويعول عليها الكثيرين آمالاً كبيرة في الفترة المقبلة. وربما ساعد في هذا التفاؤل تصريحات المسؤولين في الحكومة، والتي سبقها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ منظومة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى لمدة 3 سنوات قادمة، والتي ساهمت في علاج نحو 7,000 مريض. وقال الرئيس عنهم خلال كلمته بالجلسة الأولى: تطوير منظومة التأمين الصحي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب السادس الذي استضافته جامعة القاهرة في شهر يوليو الماضي. اللي انتوا بتسمعوهم دول 9,000 من 12,000، وزي ما الدكتورة قالت كده، قالت ان ده يتكلف مليار جنيه، يعني كل حالة من دي في المتوسط كده 100,000 جنيه. القصة كلها اللي عندنا في بلادنا، هتلاقوني بلح كتير في الموضوع، الخدمة ممكن تتقدم جوه مستشفيات وزارة الصحة او داخل اي مستشفى تانية، حتى لو كانت احسن مستشفى خاصة في مصر. المهم مين يسدد التكلفة، مين يحط 100,000 جنيه دول. الفكرة مش ان الرئيس حل المسألة، احنا بنحل المسألة بس بنوريكم ان حلها هو قدرات، هو امكانيات. انا لو تخيرني بين ان انا اكل ولا اعالج دول، لا اعالج دول. لو تخيروني بان انا اخلي الام والاب والجد واللي كان والطفلة حتى انها تبقى سعداء وأسرهم مطمئنة، ده ولا ناكل؟ أنا عبد الفتاح بقول لا، دول واللي زيهم. دعوات ومطالب بضرورة تضافر جهود المجتمع المدني ورجال الأعمال مع المستشفيات لتوفير تلك الحضانات. فهل من صدى لتلك الدعوات وانفراجة لتلك الأزمة في القريب العاجل؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.